أمام فريقين هما الأحسن هجوميا في أوروبا عموما، لأنه تصوروا في 40 مباراة فريق مانشستر سيتي سجل 117 هدفا، يعني فاق المئة، أيضا برشلونة فاق المئة ووصل رصيده إلى 111 هدفا سجله في نفس العدد من المباريات، أقصد 40 مباراة لعبها فريق برشلونة في كل المنافسات. البارسا ستكون على الجهة اليمنى من الشاشة، مانشستر سيتي على الجهة اليسرى من الشاشة. هل يمكن أن تكون هناك مواجهة أفضل من هذه في الأيام هذه الماضية؟ نظريا طبعا ضربة الانطلاقة أعطيت بين نيجريدو ودافيد سيلفا لصالح مانشستر سيتي أمام البارسا الذي لن يدافع شيء أكيد. مانشستر سيتي أيضا سيكون متخوف لأن البارسا عندها خبرة أكثر في مثل هذه المنافسات والمباريات. مانشستر سيتي دليل على ذلك انه لاول مره يلعب ثم النهائي دوري ابطال اوروبا، لاول مره يواجه داخل جاي الكليشيه زاباليتا ويحط قدامه السريع خيسوس نافاس ودافيد سيلفا نيجريدو 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 خطيره ونيجريدو والجول والكره اوت خطيره والكره للسيتي. السيتي يتخلى على حيائه، السيتي يتخلى على خجله، السيتي يهرب. الكره للجول كيبر فيكتور فالديس نيجريدو والاخطر، كرة خرجت من فانسون كومباني، سيلفا بلمحة فنية يفسخ بوسكيتس يعطي باس في العمق لنيجريدو، نيجريدو الشامبيونز ليج وهذا دافيد سيلفا، يمشي سيلفا، كرة التقدم للسيتي، كرة الخطورة للسيتي في مباراة بدون أنياب من المفارقات من العجائب، عجب عجاب ما فيش كرة وفرص، والكرة الأولى خطيرة والهدف الأول يضيع عن طريق فالديس وخطأ وفاول. فاول 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 لبرشلونة كان واضح جدا، ولكن الكرة كانت قريبة والكرة كانت الأمانة غريبة ومثيرة وكانت عجيبة. جيرار بيكي وفالديس يرجع ويقاتل ويمنعها من دخول الشباك أمام من؟ أمام يا توري اللي دفع بيده فالديس وطيح بيكي. الريتم يرتفع، النسق يعلو، والسيتي خطير عن طريق سيلفا، سيلفا واحدة اثنين، والكرة كانت صعبة ماتشيرانو يخرج السلامات، سلم والكرة ترجع عن طريق السيتي، نيجريدو يسدد الكرة لفيكتور، ترجع من فالديس. السيتي بدا يرفع النسق، السيتي بدا يلعب، السيتي بدا يضغط، السيتي يطلع لقدام ويحاول أن يهدد الكرة عن طريق ألفيش، ألفيش يعدي، ألفيش يتعدى، والكرة ترجع عن طريق إنيستا، إنيستا للكتالان، إنيستا البلوغرانا، يحط كرة مرة أخرى ليو ميسي، ميسي، ميسي سدد الكرة الأولى من ليو، الأرجنتيني يسدد ولا يلقى طريق الشباك، فنان الأرجنتين ليو ميسي من أجل أبطال يلعب وبالخامسة يحلم، ليو ميسي اللي سجل 8 أهداف في الموسم المحلي في كل المسابقات من القادم الارسنال. ترجع الكره للسيسك، هو السيسك لتشافي وتشافي سدد، واول باراد من العملاق الجوهر، الجوهر يتصدى لكره تشافي. 160 مباراه اوروبيه، 160 سهره اوروبيه، 160 ليله اوروبيه، والكره اللي تشاتت هي الكره اللي باش نلعب. ترجع الكره بالراس نيجريدو ولكن برا. على المستوى الرقمي ريال مدريد هو افضل هجوم في الشامبيونز ليج هذا الموسم، سجل 20 هدف في دوري الابطال في الدوري مجموعات، يليه السيتي 18 فبرشلونه 16. لذلك هذا الشوط امانه اكيد تشاطرون الراي في دكه البدلاء وعنده اجويرو في ماتش الاياب. ترجع الكره لسيلفا، سيلفا يحط الكره عن طريق اللاعب خيسوس نافاس، نافاس اخر كره، هذه خطيره، هذه خطيره، والراسيه طلعت من نيجريدو، هذه خطيره يا نيجريدو، هذه ما تتكررش ديما، هذه ما تجيش كل مره، هذه ما تتعودش مع كل ثانيه. شوف نافاس يعمل توزيعه بالملي، يحط الكره لنيجريدو ويقول له سجل، ولكن نيجريدو مع احترامي ليس راسيه فان باستن ولا قوه الراسيه نتاع التوبيلي ولا هو اليوفنتينو روبرتو بيتيغا ولا بيلغريني. تشافي تشافي يمشي بالكرة انيستا، انيستا والشوط ينتهي وحتى الحكم قلق في 44 دقيقة 59 ثانية. إريكسون البيكينغ السويدي ينهي الشوط الأول في غياب ميسي، ولكن ليس غياب لميسي فحسب، فغياب تشافي وانيستا وفابريغاس وحراسة المرمى جوهر زاباليتا على اليمين، جيل كليشي يسار، فانسون كومباني، ديميكيليس في قلبي الدفاع، يا توري، فرناندينو، بيبويت، ارتيكيس،
ثم على اليمين خيسوس نافاس، على اليسار كولاروف، وعلى 20 داويد سيلفا، وعلى المهاجم الصريح الوحيد نيجريدو، والكرة في وسط الملعب لانطلاقة الشوط الثاني. شوط ثاني أتمناه أن يكون بالممتع. باير ليفركوزن في البايرينا خاسر 3-0 في الشوط الأول من باريس سان جيرمان. هنا الأجواء في استاد الاتحاد، أكثر من 50,000 موجودين في ملعب الاتحاد اللي تم افتتاحه 2003 بعد ألعاب الكومنولث في 2002. المباراة وسط تشجيع الأنصار وعشاق فريق سيتيزنز المانيو سيتي. مانشستر سيتي اللي سجل في كل مبارياته في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، سجل في 9 ماتشات في نظيرها من اللقاءات اللي خاضها فريق السيتيزنز في دوري الابطال، بينما لم يخسر ايضا اوروبيا في ملعبه في الشامبيونز ليج للتاريخ الا من بايرن ميونخ. مرتدات، الكره باتيه من خيسوس نافاس يعرقل، ما فيش خطا، كره ترجع خطيره عن طريق انيستا، انيستا يعطي باس العمق، كره يرفع ميسي، ميسي وضرب الجزاء او خطا، ماذا يقول؟ ضرب جزاء وفاول، ورقة حمراء، ورقة حمراء. هذه قوة برشلونة وهذه قيمة برشلونة ولاعبي البرسا. لكن اعطيني ضرب جزاء ولا خطا الان؟ ضرب جزاء وخطا على مستوى 16 متر. هنا الكرة الخطا برا، الخطا برا، الخطا برا والسقوط داخل، الخطا برا، الخطا برا، حكاية سنتيمترات. الحكم غلط ولا لا؟ شاهدوا الخطا على مستوى ال 16. سنرى 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 ماذا صفر الحكم مارتين دي ميكاليس. ورقة حمراء وكرة في خط، نعم فاول، شكلها مخالفة بيليغريني. يا بيليغريني لو لعبت لعبكم على الأقل ممكن فما شانس. في الأخير عملت الحذر وعملت حسابات. لا، ضربة جزاء، ضربة جزاء لبرشلونة، ضربة جزاء للبارسا. طبعا ننقلوا من استوديوهات ليس من الملعب، وبالتالي كيف كيفكم نشوف الصورة، والصورة فيها ملك الكرة ليو ميسي ضد جو هارت. ميسي وهارت، ميسي وهارت، ميسي، جول، جول ديال برشلونة. 1-0 للبرشا، 1-0 للبرشا. وملا باس من انيستا، ملا باس في العمق من انيستا، ملا كورة من انيستا. خرج ميسي، خرج ديمي كاليس، ويخرج السيتي الان 1-0. هدف غالي جدا وثمين جدا ومهم جدا في 9 اهدافه في ابطال اوروبا على فريق الانجليزي. 6 ضحيته الاكبر ارسنال، واثنين ضحيته الثاني اليونايتد، واليوم الضغط البرشلوني. البارسا يتعلق، عملك اللي حب، وتاتا مارتينو يقرا القمه، فماش اوفسايد. جول 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 لجو هارت بعد الكروس من اندرياس انيستا. هذا هو برشلونه، سير المباراة في الشوط الأول. والبرشا يصنع حلمه وربيعه في بدايات الربيع. كرة لبرشلونة، كرة للبلاو، والبقية جرانا، والكرة في الطريق للثاني، ولكن جو هارت، جو هارت، والكرة ترجع، والتوزيع، وإطلال الضغط يطلع عالي، والكرة زاباليتا، زاباليتا لدافيد سيلفا. الإسباني حتى الآن يخيبون الظن، ونصر يصنع الفارق، ونصر لجريدو، ولجريدو نصري، ونصري يركل الكرة في الدفاع، ضربة الكرة في جيرابي. كان هناك، قلت 1000 مرة، حذر كبير وخوف أكبر، وكان هناك يعني انيستا تشافي التريو، وكرة 1 2 3 1 2 3. ميسي حل الكرة على اليمين، تمشي كرة عن طريق سانشيز، هو تشافي سانشيز، التوزيعة بين الغش. الكرة الأخيرة خطيرة على جو هارت، كرة جديدة للفريق البرشلوني. الكرة بتاع ليو ميسي، الكرة والتوزيع، الكروس من الفيش، ولكن ياسر متأخر ملعب. كرة تتهيأ، هل يفوز برشلونة لأول مرة في مدينة مانشستر في أول مواجهة ضد السيتي؟ كرة خطيرة تتهيأ الكرة الفيش، الفيش يخلص كرة، والهدف الثاني يضيعه تشافي، يضيع الكرة تشافي الهدف الثاني. البرسا أخطر، البرسا أجمل، فالبرسا أفضل، البرسا يتحكم في الإيقاع، البرسا يمشيها يمين، تمشي يمين، يحبها يسار، يدورها يسار، يخليها في الوسط، يحكم في الوسط،
يهبطها مدرجات، يشجع بالمدرجات، يروح بها لاتمان في ماتش العودة. لأنه 1-0 أوكي، لكن بايرن عنده تجربة، فاز 3-1 هنا وخسر 3-2 هناك. والكرة من ألفيش، 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 والثاني يضيع. الهدف الثاني ضيع ألفيش بطريقة غريبة وعجيبة. حل الثغرة، إنيستا، إنيستا يمعقدهم، إنيستا يعمل اللي يحب.